نروح للدكتور مصطفى عزام، طبعا رئيس لجنه التطوير بوزاره الشباب والرياضه، التطوير والاستثمار باتحاد الكره. تحياتي لحضرتك يا دكتور. اهلا اهلا يا كابتن، ازي وحشني حضرتك؟ كتير، وحشني كتير. اهلا بيك، الله حضرتك من يخليك يا الناس كابتن سعيد، الجميله والمحترمه اللي دايما الفكر العالي موجود عندها وبتحاول الله تطور بشكل يخليك، كبير في الرياضه مش كره القدم بس. يعني الله يخليك يا كابتن فاروق، الله تحياتي يخليك. لحضرتك، واكيد برضو حضرتك في ظل اللي بيحدث في الرياضه العالميه وكره القدم بالذات، خليني اقول لك ما يحدث الان، وعدم وجود جماهير، وفكره الفيروس نفسه ان ممكن في انشطه بتقف، مدى تاثيره على الاستثمار الرياضي بالنسبه لكره القدم بالذات يعني. طيب، هو طبعا يعني احنا عايزين ناكد ان نشاط كره القدم او صناعه كره القدم في العالم شانها شان اي صناعه تاني زي السياحه والسفر، زي اي صناعات بتتاثر، لان كل الانشطه زي ما يعني حضرتك بتعلم ان بره كلها شركات مساهمه وفي استثمارات بالمليارات موجوده في الرياضه بشكل كبير وفي انديه كره القدم بشكل خاص. فأي حادث على المستوى العالمي ويمكن زي كورونا ده أثر بشكل أساسي، لأن للأسف الشديد إن الإجراءات لتفادي الفيروس مرتبطة إن إحنا نقلل حضور الجماهير. فحضور الجماهير ده بالتالي ده كان بيمثل في حدود 19% من إيرادات الأندية، اللي هو إيراد يوم المباراة. إيراد يوم المباراة اللي هو التذاكر والأغذية والمشروبات صحيح. اللي بتتقدم في الاستادات. فكونك ان انت تقول والله ان انا النهارده مش هلعب مباراه بجماهير، معناته ان انت فقدت 20% من ايراداتك، اللي هي مثلا كانت تمثل عند برشلونه 800 مليون يورو، فهتشيل منه على لو على السيزون على كله على بعضه هتشيل منه 160 مليون يورو ضاعوا منه. بالتالي كمان كان في ايطاليا قبل ما يتخذ يعني الحكومه تتخذ قرار انها توقف النشاط، كان في مطالبات من وزير الرياضه الايطالي بيقول والله ما دام ما فيش جماهير يبقى كمان ما فيش بس مشفر، وعايزين تزيدوا على البث تفتحوها المفتوح. مجانا. مجانا. فده كمان في عقود ناس شاريه الحقوق، فمعنى ان انت تزيع مجانا يعني اللي اشترى الحقوق مش هيدفعوا العقود بتاعتهم، مش هيلتزموا بيها. وكذلك العقود التجاريه وكده. فيعني احنا انا بعتقد ان الرياضه العالم كله في أزمة اقتصادية، وخاصة من الرياضة، ومأثرة بشكل كبير جدا. احنا كده كده متأثرين يا دكتور هنا في مصر لأن الجمهور لا ده مش احنا موجود. على مستوى مصر الموضوع مختلف شوية. خلي بالك احنا يعني يا جبل ما يهدك ريح، ان مصر مرت بتجارب صعبة جدا جدا من 2011، وده يعني شد عود للدولة المصرية يعني بكل يعني تفاصيلها، وبالتالي الرياضه المصريه بالازمات والمحن اللي مرت عليها يعني تحملت ضغوط كبيره جدا. ويمكن انا كنت كاتب في مقالي امس بقول ان الاهلي والزمالك لوحدهم فقدوا 600 مليون جنيه من ايراد التذاكر على مدار الثمان سنوات اللي فاتت. مبلغ كبير جدا. يفرق طبعا يعني انت حضرتك كان متوسط الاهلي والزمالك بيلعبوا 16 17 ماتش في السيزون بتوعه، كان بيتكلم على من مليون ونص ل 2 مليون ونص جنيه في كل مباراه. فالنهارده الانديه دي لعبت ما يقرب من 150 مباراه في السيزون ما خدش منها اي ايرادات، ولو كان سمح في بعض المباريات الافريقيه، انما الايراد الحقيقي اللي كان بيجي له 30,000 ولا 40,000 في المتوسط في كل مباراه كان مدخل حقيقي وكان بيساعد الانديه. الله يكون في عون الانديه المصريه طبعا انها تاثرت. فانما يعني احنا يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا مقارنه بالعالم احنا يعني الوضع بالنسبه لنا مش جديد، واحنا يعني مستمرين كان في سياستنا في موضوع الجماهير، انما يعني اقتصاديا ما اعتقدش انه مؤثر بشكل كبير على الرياضه المصريه، انما يمكن بره ان التجربه جديده والحدث جديد واول مره يحصل، فده اللي ممكن يعني عامل هزه. والتقارير بتتكلم ان موسم الانتقالات اللي جاي ده هيبقى موسم ضعيف جدا ومفهوش صفقات كبيره، لان التمويل يعني في تناقص شديد يوم بعد يوم. صحيح في دكتور. الدوري يعني. صحيح دكتور، انا بشكرك طبعا لتوضيح برضو الامور الخاصه بالجزء الاستثماري في كره القدم وتاثير عدم وجود الجماهير على ايرادات الانديه وايرادات الكوره بشكل كبير، لان انت ما بتتكلمش بس